مشهد يستحق التحية. سيادة الجريح في حضرة سلاح الجو السلطاني العماني، حين خذلتهم الدولة والحكومة واللجنة الطبية بمدينة تعز، سلطنة عمان فتحت لهم الحدود ثم نقلتهم إلى العاصمة مسقط جواً وبطائرات خاصة تمهيداً لسفرهم إلى الهند للعلاج. ذاك صباحاً وفي المساء كان في الانتظار أطباء وسيارات إسعاف وأدوات صحية ورجال جيش وأمن وتلفزيون حكومي، وكأنه استقبال أبطال، وهو كذلك. نحيي سلطنة عمان الشقيقة على هذه الأدوار الإنسانية، نحييهم على حفاوة الترحاب وكذلك على تسهيل الدخول إلى سلطنة عمان وكذلك على تسهيل كذلك إجراءات نقل الجرحى إلى دولة الهند. قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي وفي بحثه المستمر لعلاج جرحى تعز، ها هو اليوم يضع بصمة أخرى من بصمات التضحية والوفاء، هذه المرة في علاج 150 جريحا مبتوري الأطراف وبدعم من فاعل خير وتنفيذ مؤسسة رعاية التنموية. فحرب الإنقلابيين على المدينة خلفت مآس كثيرة. استقبلنا الآن الجرحى مع كوكبة من الجيش والقيادات أيضا هنا في السلطنة، عندما أوصدت كل الأبواب أمام الجرحى في تعز فتحت أبواب السلطنة، وها أنت يعني رأيتم الآن المستقبلين المسؤولين الضباط القادة، كل الاحتفاء كله من أجل الجرحى. هذا 150 جريح، وإن شاء الله تعالى بقية الجرحى جميعا سينالوا ما ينالوا هذا بعد يعني شهر إن شاء الله تعالى سنستهدف الدفعة الثانية والدفعة الثالثة والرابعة. موقف نبيل من الشقيقة عمان التي تجمعنا بها الدم والأرض والهوية، رسمت ابتسامة على محيي الجرحى وحفرت في